يعني برضو ما تفتحي لنا الطاروت كده. ماشي. بصي، التارو هو مجموعة كروت بتتكون من مجموعة أرقام وأشكال، هم 78 كارت، بنقدر إن إحنا نعرف منهم الخطوات اللي جاية بتاعتنا إيه. تمام. ما بنقولش مستقبل على قد ما بنقول طاقة متوقعة عنها هتبقى عاملة إزاي. تمام. أوكي. فبنشوف الحظوظ، فمثلا أقدر أشوف لك مثلا خلال شهر 6 إيه أهم خطوة مثلا هتكون عندك في حياتك المهنية. كتر خيرك يا سلام. ففي رصات كتير جدا من للتارو، في اساسيه، في حاجات معموله. اقدر ابشرك ان انت عندك نقله مهنيه مهمه جدا. انا وعندك سفر، سفر. وعندك حلم مهم هتحققيه، وانت بذلتي مجهود كبير جدا، فدي كانت كارما جيده ليكي الفتره اللي فاتت. كارما يعني كما تزرع منحة تحصد. او منة. فاللي هيحصل ان انت نتيجه للمجهود الكبير اللي انت عملتيه هتكون عندك خطوه مهنيه كبيره جدا، وفي حلم مهم على المستوى الفني كان نفسك فيه من زمان هيتحقق قريب. ممكن هو بوسك. طيب. والحقيقه ان انت مش هتعلني عنه غير بعد ما يكون الخطوات تمت بشكل كامل. كيفن كوستنر، انا بقول لك اهو من دلوقتي، اي بطوله فيلم في هوليود انا مش هقول لحد عشان الزملاء والنفسنا. يعني في اللحظة دي هيبقى عندك حيرة شديدة جدا ما بين قرارين هيبقى لازم تحسميهم. براد بيت وكيفن كوستنر. أمثل مع مين فيهم؟ أمثل مع مين فيهم؟ وهيبقى عندك خطوة مهمة، وعندك طاقة سفر خلال فترة الصيف مهمة، وهتعمل تغيير كبير في حياتك. أتمنى يكون سفر، ويا ريت يكون شغل، ويا ريت يكون فيه فلوس. لا، هيبقى فيه على فكرة، هيبقى عندك في حد هيكون ليه دور مادي عندك الفترة دي كويس جدا جدا جدا. أتمنى. وهيكون ليكي دور هتاخدي فلوس كويسة. أنا بقول عايزة أقوم أبوسها الست الحلوة دي اللي بتقول كلام مبشر. هيكون في فلوس كويسة جدا، فاطمني. وكان ليكي فلوس عند حد هترجع لك. بالنسبة لإيه؟ لا، ده مبلغ كبير. يعني والله ليا وحياه ربنا، انت مش ليا هو الجوزي. انت يعني لا، ما تسويش، لانه لما يجي انا اللي هاخده. جوزي كان في عنده يعني منصوب عليه ولا ايوه ده حقيقي. هو ما كانش نصب، هو الشخص اللي اخذ الفلوس هو يعني حصل له ازمه ماليه، ماليش علاقه، بس جايه اخد فلوسي. جايه يعني جايه وعندك وضع مادي عظيم جدا جدا. طب يا جماعه والله العظيم انا بحبك جدا. حجر زرق.